خذ كرسي وتعال. صار يا علي في طلب المغادرة وإنك تنسحب وبعد رجعت؟ والله يا أبو هذه ثاني مرة تسويها صح؟ لا لا جازت لك السالفة دي يعني؟ إذا بتسألني بجاوبك، هذه أول مرة اللي هي طلب الانسحاب. المرة الأولى كانت عبارة عن امتناع عن التصويت، وتعرف كانت في الأيام الأولى. لكن أنا اسمح لي قبل لا أدخل في جوابك، اسمح لي أقتبس من كلامك يوم من جيت في أول مرة وثاني مرة وبعض من أفعالك يوم من جيت لأن قلت أنا هني ماني جاي أفرض ظل، ولا أنا جاي عشان إني أفرض هيبة، ولا أستبعد. أنا رجال جاي بعدل النسخة، ورجال جاي بيمشي الحق وحطه في مكانه الصحيح. وحنا شفناك أبو سلطان وعهدنا منك هذا الأمر، ونحسبك عند الله بهذا الأمر. بالنسبة للأمر الثاني اللي صار هذاك اليوم، أنت عارف يا أبو سلطان وما يخفاك أن في برامج الواقع، وأنت أخبر مني في هذا الأمر. يمكن أنا أكون أملك خبرة لكن مش في برامج الواقع. فباليوم هذاك فعلا أنا وصلت يمكن إلى مبلغي من الضيق وما إلى ذلك، وهذا يمكن ما يكون مبرر، لكن أنا بشرح لك حالتي اللي وصلتها في هذاك اليوم، اللي هي أني وصلت بس إلى بس صراحة حلو الأكشن اللي أنت سويته. لا والله العلي العظيم، أنا يعني إذا تبي أشهد الله سبحانه وتعالى، أشهد الله سبحانه وتعالى أني ما كنت أرجي منها 1% من الأكشن. لا بس هذا شغل معلم يا حبيبي. هذا تجي في البرايم وتقول في البرايم الأول أنا بمتنع عن التصويت، ويا علي طالبينك وتكفى يا علي، وفي الأخير تقول أنا بنسحب ويا علي وتكفى وعلي موجود. طيب ليش ما سحب؟ طيب أي إذا تسمح لي بس أبو سلطان، في المرة الأولى اللي كنت مخير ما بينهم، يعني كني مخير ما بين أخوي وأخوي الثاني، وفي البدايات وسيستم البرنامج أو نظام البرنامج كان جديد بالنسبة لنا، وكنا نجهل في أمور كثيرة. فالأمر الثاني هي كانت عبارة عن إعلان انسحاب، ومثل ما قلت لك وأنت أعلم في هذا الأمر، في بعض المرات يصل الإنسان إلى مرحلة أن يعتقد أن المكان هذا مو مكانه بعد ما يشوف تفاعل الناس. كل كلامك هذا أنا عارفه، بس أنا إذا جيت بنسحب صحيح ووصلت إلى ضغوط نفسية بجي الإدارة جماعة الخير. أنا وصلت إلى ضغوط نفسية خصوصا على عقد، وأنت عليك شرط جزائي. صحيح صحيح. وش نقدر نسوي في الشرط الجزائي؟ وجلس مع الجماعة، وإذا قال الله يسهل عليك خذت شنطتي وجيت هنا، قلت يا الربع أنا والله شكرا للإدارة وانسحبت. أما سوي أكشن وفي برايم وتعرف المشاهدات فيها عالية والناس في مصير يعني يا خروج أو عودة، وتستغل هالفرصة. أنا ماني في الإعلام وأنا أخوك لي سنة ولا أنت سنتين. أنت معلم ولا يعني أحتاج. اختيارك للمكان صحيح واختيارك للتوقيت هذا ما يبي لها. إذا تسمح لي بس نقطة أخيرة في 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 الأمر هذا. طبعا البحث عن الشو وما إلى ذلك يشهد الله أنه ما كان مقصدي في هذا الأمر. يا أخي ابحث عن شو، ترى ماني ضد الشو أنا. لا لا لا، بس أنا بس طريقة اختيارك للمكان وللزمان. أكيد 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 هي 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 تثير الشبهات فعلا، لكن الإنسان يعني مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شققت عن قلبه يعني أمرا في الخاطر. أقسم بجلال الله العظيم إني لا بحثت عن أمر ولا شيء، لكن أحلافك واجد أنت ما عاد أقدر أصدقك. لكن يوم تقول حلف شيء اللي ما عاد يبراجع، وهذا أنت موجود. والله يا أبو سلطان إذا أنت تشوفها بهذا الشيء لك كل التقدير والاحترام، وأنا أعرف أنك رجل صادق وتحكم في العدل، ولا تتوقع في أي أمر من الأمور بأني راح يعني أبعد عن هذا الشيء. أنا يوم وصلت للبرايم وصار في حدث في البرايم معين يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، يوم من شفت بأن أنا سادس في تصويت الجمهور، ويوم من شفت بعدين يا أخوي أنت ما أخذ حصانة ولا لا؟ لا أخذت الحصانة المادية. أي وبعدين أعلنت الانسحاب. أي فأعلنت الانسحاب يوم شفت. والناس اللي صوتت لك طيب ليش ما؟ والله العظيم شوف يا أبو سلطان، أنت الحين يوم من جيت المرة اللي طافت أنا قلت لك بضرب مثال على فعل من أفعالك، يوم من اعترف محمد الدنعة في خطأ قلت أنا رجال هني اللي يعترف الخطأ، أنا رجال هني بقيمه على ما صار. أنت ما سويت خطأ، أنت سوي أكشن يا أخوي. في فرق بين الخطأ بين الأكشن اللي أنت سويته. هذه أنت سويت مسرحية بطولتك في كل برايم، وأنت ذا مرتز مع زياد ومشغل من العالم. ممكن يكون وجهة نظر ناس واجد واصلتك بهذا الشكل، لكن أنا بسولف عن نفسي والأمر اللي بداخلي باللي كنت وقته. أنا أعترف إني أخطأت في هذا الأمر، لكن والله العلي العظيم ما كان لي نية في هذا الشيء. ما صوت آخر شيء صح؟ ولا صوت، وكانت الفكرة هو إعلان انسحاب، فهي كانت جزء من جزء. لكن بس نقطة أخيرة يا أبو سلطان، أن دائما ما قلت أن أنا نيتي لا جيت وشفت واحد اعترف الخطأ ودله الدرب الصحيح، وأنت نيتك من يوم من جيت البرنامج هني أنك تمشي الناس على الدرب الصحيح. هذا مو بخطأ يا أنا أقول لك أنا أقول لك أخطأ. أنا ما عندي مشكلة تجي كاسر حاجة معينة صحيح وتجي تقول أبو سلطان اعذرني، ما بعد ركب أقول روح أكيد ما راح تقوم عليها الدنيا اللي كسرتها أكيد. لكن تجي تسوي هالأشياء
المرة الأولى أنت ما صوت. صحيح. والمرة الثانية أنت ما صوت، وأنت تدري في مصير للشباب. صح أكيد ولا؟ أكيد صحيح. طيب ليش أول شيء تضر زملائك والناس اللي صوتت لك؟ يا أخي مصير ناس هذا بصوت أنا، وإذا عندي نية انسحاب مثل ما قلت لك بجلس مع الإدارة. صح كلام. لكن الفكرة مثل ما قلت لك أبو سلطان هو خطأ كبير، وأنا اعترفت بهذا الخطأ أمامك أنت، وأنا أعرفك أنك أنت رجال جيت لا قلت أن أنا بعدل الرجال واعترف في خطأ، أنا هني بجي أمشيه أو بعلمه الدرب الصحيح. فأنا أقول لك وتعهد على نفسي وعلى الإدارة، يمكن لهم 3 أيام 4 أيام يدرون بالأداء اللي قاعد أسويه والحضور وما إلى ذلك. العقوبة الأولى اللي جاتك وش هي؟ العقوبة الأولى كانت عبارة عن 10,000 ويومين امتناع من البث، لكن مجلس بداية الله يجزاهم الخير شالوا عني اليومين البث وبقيت علي 10,000 ورجعت للبرامج ثاني مرة. ما صوت بس 10,000؟ اي 10,000 لان كانت لي اول مره تصير في القناه، هذا واحد. وقلت لك ترى رجعت نفس الخطا. لا بالله انا مو امتناع من التصويت المره الثانيه. كانت اعلان انسحاب ترتب عليها عدم انسحاب وعدم تصويت كلها. اي اللي هي ترتب عليها، يعني هو جزء اكبر وهذا جزء منه، لكن اللي بوصلك يا ابو صراحه انت بتطلع من البرنامج ولا لا؟ بالله العظيم قلت لك هي ضغوطات وجودي في البرامج. ضغوطات يعني اي وجودي في البرامج يوم من انت كلمتك احترمتها وقدرتها وديتني للبرامج، فيمكن كان هذا من الأسباب وما إلى ذلك. فأنا اللي بختم فيه أبو سلطان ولا تهون في أن أنا رجال أقر في خطي، وأنت أيا كان حكمك والله أنه على العين وعلى الرأس وأبد وبيض الله وجهك أيا ما كان حكمك. تفضل يعني. وين صالح؟ خل الكرسي، خل صالح بلوي.